هل فينا نرجع بالزمن؟ هل فينا نرد عقارب الساعة لورا؟ نرجع لأحلى لحظات عشناها هنا، لحظات خطفت الأنفاس. معانا ما في شيء مستحيل، كل واحد منا حكاية، فصل من حكاية كبيرة اسمها ستار أكاديمي. بالبداية ما كناش عارفين إن المسرح عنده سحر خاص. كان فينا نكون هلأ مثلكم أنتو عم نتابع من خلف الشاشة كل اللي عم بيصير، لكن الحقيقة مختلفة. نحن تم اختيارنا لنوقف هون ووهبت العمر أوتاري ولحني وتغنيت فداويت جروحي. نغني هنا ونوصل صوتنا ليكم من مسرح ستار أكاديمي. يا بركان من الأسرار، يا صمتي، يا معزني. باش تكون في ستار أكاديمي ماشي شي حاجة سهلة. واتمنى لو أنسى وأنسى روحي وياك، ونضع تبقى فداك لو تنساك. وإنه توقف هون كمان أمر مش عادي. نحن بنعتبر إنه النص الثاني هو الأصعب بس الأحلى، لأنه بلشنا نشوفهم عم بجوهروا مزبوط ومثل ما لازم. قلبي بيشتاق لك بجنون، ما بعرف ما غيرك كون، ولا بقدر ما غيرك أحكي. مش معقول عم بتفرج عليهم عن جد رافائيل وحنان، هلأ كتلة أحاسيس على المسرح بحبه. يمكن بكره يكون غش اكثر من هيك. ما معقول حدا يحب. وانك بكل مره على المسرح تقدم الافضل كمان تحدي، كان مرافقنا طول الوقت. كل شيء تغير بصوتهم، رنت صوتهم صارت حلوه، خدوا ثقه بنفسهم. كان كل ما جلسنا مرحله كل ما زادت ثقتنا بنفسنا، وكل ما زاد الخوف اكثر واكثر. النجومية يلي ما بتعرف تعب، مثل الموسيقى والأغاني واللوحات الاستعراضية الحلوة. حتى تكون كل مرة هالتجربة مميزة، ما كان عنا إلا الضحكة نخبي فيها خوفي. شباب وصبايا مبروك، انبسطت؟ تفاجأت؟ كتير كتير؟ ليش؟ مش عم بصدق نسيم، ليش نسيم؟ أهمية ستار أكاديمي إنه الطلاب بيغنوا جميع الألوان. على المسرح صنعنا أحلى ذكريات. أكيد مبسوط جدا والحمد لله، يعني تعبت وخدت على قد التعب. وصلت، برافو عليك. بس أنا أكيد أنت ما انبسطت قد ما رافائيل انبسط. إيه طبعا. على المسرح اجتمعنا بأعز أصدقائنا. على المسرح صرنا عائلة واحدة. بلشوا معنا تلاميذ بال 2015، بس بال 2016 رح ينطلقوا من عنا على العالم الخارجي. نحن منفتخر بعائلتنا وفرحانين قوي ان نحن وصلنا لهنا. من هنا بدأ حلمنا والنجاح لقيناه على هالخشبة. واحد منا رح يكون بدائرة الخطر الأسبوع الجاي، لكن اللي منعرفه أكيد إنه نحن الطلاب الستة اللي اجتزنا كل المراحل واللي وصلنا له دابا مش قليل.